بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا بشرى لكل مهموم، لكل من تراكمت عليه الهموم. هذا النبي الرحيم قال الله في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، ما هي رحمة النبي بنا نحن المؤمنين؟ أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء عظيما لكيف يذهب همك ويقضى دينك. عندما رأى أحد الصحابة تراكمت عليه الديون والهموم، ماذا قال له؟ علمه دعاء، وبالفعل بعد أن دعا بهذا الدعاء أذهب الله همه وقضى دينه. يقول عليه الصلاة والسلام معلما هذا الصحابي ومعلما أمته كاملة أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الدعاء إذا دعوت به أخي الحبيب، والله سيذهب الله همك ويقضي دينك، ولكن بشرط أن تدعو وأنت مستيقن بالإجابة، مستيقن أن هذا النبي صادق صلى الله عليه وسلم، مستيقن أنك تدعو ربا كريما حليما عظيما قادر على أن يجيب دعاء المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذن أحبتي في الله، أذكركم بهذا الدعاء، احفظوه وادعوا به كل يوم عدة مرات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن البخل والجبن، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. والحمد لله رب العالمين.